وعد تفرح معاها لما تكون معاها. وعد اف ام، مش بس كلام. كل النواعم اليوم، وفي فقرة النواعم بنقدمه لكم ماسك قشور البرتقال المجفف ولبن الزبادي. طبعا كل النواعم ما يعرفوش ان البرتقال يعمل بشكل جيد على تفتيح البشرة وعلى ازالة التصبغات، فهو غني بفيتامين سي. المكونات: كمية من قشور البرتقال، ملعقة طعام من لبن الزبادي الغير منكه. طريقة التحضير: تجفف قشور البرتقال في الشمس من 2 إلى 3 أيام، تطحن القشور جيدا حتى تصبح هشة، بعدها تاخدي ملعقة كبيرة من قشور البرتقال وتخلطيهم مع لبن الزبادي حتى يصبح الخليط عجينة ناعمة. يوضع الماسك على البشرة بعد تنظيفها من 15 إلى 20 دقيقة، بعدها تشطفي الوجه بالماء الدافئ وتستخدم الوصفة هذه يوم بعد يوم قبل النوم، وإن شاء الله نكونوا فدنا كل النواعم اليوم. وعد تفرح معاها لما تكون معاها. وعد اف ام، مش بس كلام.